بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أبنائي وبناتي طلبة الرابعة علوم مالية ومصرفية، نستكمل ما ذكرناه سابقا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الشركات متعددة الجنسيات وموقف الدول النامية منها، وذكرنا أن الدول النامية تتخوف من هذه الشركات متعددة الجنسيات للأسباب السالفة الذكر. ثم انتقلنا إلى التزامات كل من الناقل البحري والناقل والشحن. نكمل هذه الحلقة إن شاء الله بعنوان التأمين البحري. التأمين البحري هو اتفاق، عقد يعني اتفاق بين طرفين. دايما كلمة عقد كده يبقى اتفاق بين طرفين أو أكثر، لأن استحالة الواحد يعمل عقد مع نفسه. يبقى التأمين البحري هو عقد أو اتفاق بين مين؟ بين المؤمن وبين المؤمن له. بين المؤمن وبين المؤمن له. يقوم المؤمن له بدفع الأقساط، ادفع عشان نحميك من الأخطار. يقوم المؤمن له بدفع الأقساط مقابل التزام المؤمن بالتعويض عند حدوث الأضرار. تالي التأمين البحري هو اتفاق أو عهد أو التزام بين المؤمن وبين المؤمن له. يقوم المؤمن له بدفع الأقساط مقابل التزام المؤمن بالتعويض عند حدوث الأخطار. عناصر التأمين البحري له عنده عناصر. يبقى تطرقنا إلى التعريف ثم بعد ذلك إلى عناصر التأمين البحري. في ثلاث عناصر. قسط جاء من جانب المؤمن له يدفع. قسط من جانب المؤمن له، ثم خطر قائم عند حدوث الخطر، ثم تعويض يقوم به المؤمن. ثلاث عناصر. قسط من جانب المؤمن له، ادفع القسط عشان عند حدوث خطر عند التعويضات، ثم خطر قائم لابد من وجود الخطر القائم عشان التعويض. ما فيش خطر ده عقد احتمالي يبقى ما فيش تعويض، ثم تعويض يقوم به المؤمن. يبقى هو عقد احتمالي ممكن وارد او غير وارد. بعد كده هننتقل الى خصائص عقد التأمين البحري. تكلمنا عن التعريف وبعد كده ننتقل إلى خصائص عقد التأمين البحري. من خصائص عقد التأمين البحري خصائص متعددة. هو عقد رضائي، فيه الرضا، رضا بين الطرفين. معنى الرضا يعني فيه إجابة وقبول، ما فيش إجبار. هو من العقود الرضائية، أي أن هناك فيه إجابة وقبول من الطرفين. يبقى الرضا وارد من العقود الرضائية. اثنين، من العقود حسن النية. حسن النية بين الطرفين، ما فيش سوء نية، من عقود حسن النية، حيث يقوم المؤمن له ببيانات، بتقديم بيانات صحيحة، ما تديش بيانات خاطئة. يقوم المؤمن له بتقديم بيانات صحيحة. ثلاثة، من العقود الملزمة للجانبين، الطرفين عليهم التزامات سواء كان المؤمن أو المؤمن له. يبقى في التزامات من جانب المؤمن ومن جانب المؤمن لهم، الطرفين عليهم التزامات. يبقى تاني من خصائص عقد التأمين البحري هو من العقود الرضائية. وعرفنا ايه العقود الرضائية؟ فيها إجابة وقبول. التاني انه من عقود حسن النية. ثلاثة، من العقود الملزمة للجانبين، في التزامات على الطرفين. أربعة، من عقود الإذعان. معنى الإذعان يعني خضوع، في شروط معدة سلفا تمضي عليها توافق عليها او لا. زي عندك شركة الكهرباء، من شروط إذعان ما فيش غيرها، يبقى أنت راضخ للشروط بتاعتها. شركة المية إلى آخره. يبقى من شروط من عقود الإذعان في شروط معدة سلفا، يا إما توافق عليها أو ما تطلبش عليها، وده لا يتعارض مع عقود الرضائي. هو مش بيجبرك، أنا عندي عقود عندي شروط معدة سلفا، توافق عليها أو لا توافق عليها أنت حر. يبقى في حرية. يبقى من شروط الإذعان أي هناك شروط معدة سلفا مجهزة يعني. خمسة، هو عقد احتمالي كما ذكرت. الخسارة والمكسب وارد، ممكن المؤمن له يدفع الأقساط مدى الحياة، وممكن في لحظة واحدة في أول قسط يحصل له خطر كده ياخد تعويض. يبقى من العقود الاحتمالية، بمعنى أن الخسارة والمكسب واردة بالنسبة للطرفين. ستة، من عقود التعويض. يعني التعويض المؤمن له بيدفع، يدفع إيه؟ بيدفع القسط. طب والمؤمن يلتزم بالتعويض عند حدوث الأضرار. عند حدوث الأضرار. سبعة، هو عقد من عقود التجارية بالنسبة للطرفين. عقد من العقود التجارية بالنسبة للطرفين باستثناء التأمين على أمتعة السفر. التأمين على أمتعة السفر يعتبر مدني بالنسبة للمؤمن له. باستثناء التأمين على أمتعة السفر يعتبر مدني بالنسبة للمؤمن له. دي كانت الخصائص. يا ترى في أنواع لعقود تأمين النقل؟ أنواع عقود تأمين النقل وهيئاته. تنقسم عقود تأمين النقل إلى قسمين. عقود تأمين النقل تنقسم إلى قسمين، مفيش غيرهم. واحد،
عقود التأمين البحري على الوحدات البحرية، أقصد على السفينة، عقود التأمين البحري على الوحدات البحرية أقصد على السفينة. الثانية عقود التأمين على البضائع، عقود التأمين البحري على الوحدات البحرية للسفينة، ثم عقود التأمين البحري على البضائع. ننتقل إلى عقود التأمين البحري على الوحدات البحرية أقصد بها السفينة. غرضها، الغرض منها، الغرض من عقود التأمين البحري على الوحدات البحرية إنه غرضها تغطية الأخطار، تغطية الأخطار اللاحقة للسفينة أو الوحدات البحرية. خلاص. بعد كده في عقود التأمين الثانية على البضائع، سواء كانت بضائع منقولة بسند شحن بحري أو إيجار، سواء كانت منقولة بسند شحن بحري أو إيجار. الغرض منها تغطية الأخطار، الغرض منها تغطية الأخطار والأضرار التي تصيب البضائع، حيث أن هناك التأمين على الطرود، تأمين على أمتعة المسافرين، وهناك وثائق للتأمين البحري، وثائق للتأمين البحري على البضائع سواء كانت معينة بذاتها أو رحلة واحدة، سواء كانت معينة بذاتها أو عبارة عن وحدة واحدة. أيضا يوجد وثيقة اشتراك عائمة، في أيضا ما يسمى بوثيقة الاشتراك العائمة، يلتزم المؤمن بتغطية كل ما يشحن، بلغ من طرف المؤمن له من بضائع خلال مدة معينة. ليس هناك تحديد للبضائع، إنما تحدد البضائع طبقا لنوع البضائع، نوعها إيه، تحدد طبقا لنوع البضائع، على المؤمن له يعمل حاجة، يخطر، يبلغ مين؟ يبلغ المؤمن بالبضائع، المشحونة. طيب بعد كده في هيئات، في هيئات التأمين البحري. يا ترى إيه هيئات التأمين البحري؟ في أربع أنواع من هيئات التأمين البحري سوف نتطرق إليها حالا. النوع الأولاني جماعة مكتتبي اللويدز، اسمهم كده جماعة مكتتبي اللويدز. اثنين من هيئات التأمين البحري، معهد مكتتبي التأمين بلندن إنجلترا، معهد مكتتبي التأمين بلندن. ثلاثة الاتحاد الدولي للتأمين البحري، أربعة أخيراً جماعة اسمها، ثم جماعة تسمى بجماعة الإنقاذ. نتطرق إلى واحدة واحدة كده. جماعة مكتتبي اللويدز يعني إيه؟ يتم إدارتها، الإدارة بتاعتها تتم عن طريق لجنة مكونة من 15 عضو. تاني، يتم إدارتها عن طريق لجنة مكونة من 15 عضوا، يتم انتخاب رئيس منهم. ال 15 عضو نختار منهم واحد رئيس، ما هو لازم ليهم رئيس، يبقى 15 عضو نختار منهم عضوا. فين دي موجودة؟ في انجلترا. كانت مكتتب اللويدز قبل كده يستخدمون الوثيقة التي ترجع إلى سنة 1779، وهي تتعلق بالسفن وتتعلق بالبضائع، ولكن بعد كده تم إيه؟ تم تعديلها. الثانية اسمها معهد مكتتب التأمين البحري بلندن، يرجع إلى سنة 1884، ده راجع قديم أوي، من سنة 1884. الغرض بتاعه حماية مصالح الشركات، غرضه أن يحمي مصالح الشركات التي تقوم بالتأمين البحري، حماية الشركات أو مصالح الشركات التي تقوم بالتأمين البحري. إضافة إلى إيه؟ إضافة إلى تطوير وتحسين التأمين البحري، في لجنة مكونة من 15 عضو كده، منهم تقوم بإدارة المعهد، ويعاد انتخاب ثلاثة منهم كل عام، كل ثلاثة من 15 يعاد انتخابهم كل سنة. إيه أهمية اللجنة؟ ليها فايدة، اللجنة تقوم بإدارة أعمال المعهد، تشرف على النواحي الفنية، ثم تشرف على النواحي الفنية المتعلقة بالتأمين البحري، ثلاثة، النوع الثالث الاتحاد الدولي للتأمين البحري، أنشئ سنة 1875، في مدينة بيرلي عن طريق مكتتبي التأمين البحري، في روسيا وفي النمسا وفي ألمانيا وفي السويد. تجمعوا واتحدوا مع بعض،
واتحدوا بغرض الوصول إلى تطوير وتحسين التأمين البحري. تجمعوا في الدول واتحدوا واتفقوا على تطوير وتحسين التأمين البحري وتنمية مصالحهم وحمايتها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. تزايد نشاط الاتحاد الدولي. معلومة كده في التاريخ، الحرب العالمية الثانية كانت سنة كام؟ في حرب عالمية أولى وثانية، من 14 ل 18 كانت الحرب العالمية الأولى. فكرة للتاريخ، الحرب العالمية الثانية كانت من سنة 39 وانتهت سنة 45. بعد الحرب العالمية الثانية يعني بعد سنة 45 تزايد نشاط الاتحاد الدولي. أربعة، جماعة الإنقاذ. جماعة الإنقاذ الغرض منها القيام بعمليات إنقاذ ومعاينة السفن، تنقص من اسمها، قيام بعمليات إنقاذ ومعاينة السفن والبضائع والمواني التي التي تتعرض للأخطار. لجنة أو جماعة الإنقاذ الغرض بتاعها القيام بعمليات إنقاذ ومعاينة السفن والبضائع والمواني التي تتعرض للأخطار أو للخطورة. ننتقل إلى ما يسمى بوثيقة التأمين العائمة، ممكن أديها اسم تاني، وثيقة التأمين العائمة بسميها وثيقة الاشتراك. يبقى هي وثيقة التأمين العائمة، لها اسم تاني، المينينج بتاعها، المعنى تاني أو المرادف بتاعها هي وثيقة الاشتراك. إيه هي؟ تعرفها؟ هي عقد اتفاق، عقد من العقود زيه زي قعدة تاني، عقد من العقود يتفق فيه الطرفان المؤمن والمؤمن له لضمان المخاطر البحرية. اتفقوا لهم مصالح لضمان المخاطر البحرية والتعويض عن الأضرار اللاحقة، والتعويض عن الأضرار اللاحقة مقابل قيام المؤمن له بالإخطار، يبلغ عن الشحنات، الشحنة بتاعتي كذا يبقى بلغ عليه لتحديد الأقساط. فايدة الإبلاغ عن الشحنات بغرض تحديد الأقساط. إيه مزاياها؟ إيه مزايا وثيقة الاشتراك؟ مزاياها تخفيف العبء عن المؤمن له. فايدة ليه؟ هنخفف عن تخفيف العبء والمشقة عن المؤمن له. مشقة إيه؟ مشقة إبرام عقود التأمين المنفردة، كل مرة يبلغ التأمين يبقى فيه مشقة عليه، أنا بخفف عنه العبء، يبقى فايدة هم. اتنين، توفير الوقت والجهد، توفير الوقت والجهد والنفقات كمان، دي من مزاياه. تلاتة، تتميز بعدم إطالة الإجراءات، فيها بساطة، تتميز بعدم إطالة الإجراءات دي بساطة. أربعة، يمكن أو تمكن المؤمن من حساب قيمة الأقساط، تعرف كل مرة بيبلغ يبقى يعرف الأقساط كام، تمكن المؤمن من معرفة قيمة الأقساط على ضوء الأخطار المتعلقة بالبضائع والشحنات، تمكن المؤمن من معرفة قيمة الأقساط، يبقى فايدة المؤمن برضه. تؤدي إلى انخفاض قيمة القسط، كل قسط له حد، تؤدي إلى انخفاض قيمة القسط. بعد كده، خير وسيلة لضمان مخاطر البضائع المرسلة، أفضل وسيلة وثيقة الاشتراك تعتبر خير وسيلة، أفضل وسيلة لضمان مخاطر البضاعة المرسلة، تؤدي إلى استقرار الأسعار، خلي الأسعار مستقرة مش متقلبة، تؤدي إلى استقرار الأسعار. طيب، من خصائصها، دي كانت مزايا، هل لها خصائص مواصفات؟ دي كانت المزايا، حاجات الكويسة اللي فيها. طب لها خصائص، لها مواصفات، لها مواصفات. خصائصها عدم تحديد البضائع عند تحرير الوثيقة، عدم تحديد البضائع عند تحرير الوثيقة مش محددة. اثنين، الوثيقة تتضمن تكرار لعمليات الشحن، الوثيقة نفسها هي عبارة عن تكرار لعمليات الشحن. التخصيص يكون لجميع الشحنات، منع للتحايل لجميع الشحنات عشان لا يتحايل المؤمن عليه، التخصيص لجميع الشحنات منعا للتحايل. بعد كده، تلقائية التأمين على البضائع المشحونة، تلقائية التأمين على البضائع المشحونة. الطبيعة القانونية لوثيقة الاشتراك، بعض الناس معنى كلمة طبيعة قانونية لما يذكر الموضوع عندنا في القانون، الطبيعة القانونية يعني آراء الفقهاء، آراء الفقهاء تعددت، آراء الفقهاء يعني بتاع الإسكندرية اللي وجهة نظر أستاذ قانون، اللي وجهة نظر بتاع طنطا، بتاع القاهرة، بتاع المنصورة، وكله والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. الطبيعة القانونية، لك الطبيعة القانونية يعني آراء الفقهاء، أقصد بآراء الفقهاء آراء أساتذة القانون في هذا الشأن. الطبيعة القانونية للوثيقة، بعض الناس أي بعض أساتذة القانون أو بعض الفقهاء كما يقولون يرى أنها وعد، برومايز، وعد بالتأمين، أوعدك، لأنها قالوا وعد لا تتضمن تحديد للبضائع، قالوا دي عبارة عن وعد، بوعدك بحاجة. الطبيعة القانونية لوثيقة الاشتراك العام
لوثيقة الاشتراك؟ قالوا إن هي وعد. بعض الناس ده الرأي الأولاني أنصار هذا الرأي، قالوا إنها وعد بالتأمين. ليه؟ قالوا لا تتضمن تحديد للبضائع، إنما يتعهد ويلتزم المؤمن بالتأمين على البضائع، ولا يتم التأمين إلا عند، لا يتم التأمين إلا عند إخطار المؤمن بالشحن. لكن كلام ده مش صحيح، في عيوب لهذا الرأي. قالوا وعد بالتأمين، قالوا وعد عيوب. البعض يتم العقد طبعا يتم بين طرفين، لا يقتصر على وعد. طالما في اتفاق مش وعد، ده اتفاق، يبقى كلامكم اقول لهم الصح كده، جانبه الصواب، لأن العقد يتم بين الطرفين ولا يقتصر على الوعد بين المؤمن. وبمجرد قيام المؤمن له بعملية الشحن يلتزم المؤمن بالتعطيه، يبقى مش وعد. ده الرأي الأولاني، قال وعد فيه هجوم عليه على أساس أنه قد جانبه الصواب. الرأي الثاني قال لك وثيقة التأمين عقد تأمين كاملة، أولاني قال الوعد وتعرض للهجوم، الثاني قال لك لا ده عقد تأمين كاملة، ليس أي أنه ليس وعدا كما ذكر الرأي الأولاني، إنما هو عقد تأمين كامل تتوافر فيه كل الأركان العامة من وقت التوقيع على الوثيقة وليس من وقت الإخطار. يبقى في رأيين، واحد قال لك إنه هو وعد بالتأمين، والثاني قال لك ده إيه، قال لك إنه هو عقد كامل. الرأي الثالث قال لك هو عقد تأمين كامل بس معلق على شرط. معلق على شرط إيه؟ معلق على شرط وجود الشحنات. يبقى في ثلاث آراء، الرأي الأولاني كان وعد، الثاني كان عقد تأمين كامل، الرأي الثالث عقد تأمين ولكنه معلق على شرط. ننتقل إلى الأصل. يبقى لما أتكلم عن الطبيعة القانونية يبقى آراء الفقهاء، وتعملني كده أهو، افتكرها الطبيعة القانونية آراء الفقهاء، رأي الأولاني قال إيه والثاني والثالث. إنما نتكلم عن آثار وثيقة التأمين، برضو لما نتكلم عن الآثار يبقى خلي بالك نتكلم عن التزامات من الطرفين. تاني لما نتكلم عن الطبيعة القانونية يبقى في آراء الفقهاء، في كذا رأي كده، وكما ذكرت الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وجهة نظر. التاني لما نتكلم عن آثار وثيقة التأمين العائمة يبقى نتكلم عن التزامات، التزامات من الطرفين، في التزامات من المؤمن له وفي التزام من المؤمن. التزامات المؤمن له طالما آثار، تاني آثار وثيقة التأمين العائمة يبقى في التزامات، التزامات من الطرفين، التزامات من المؤمن له، عدم استبعاد شحنة من الشحنات، أي شحنة بلغ عليه ما تستبعدهاش، ده التزام عليك ولا أنت بتعرض نفسك للخطورة، عدم استبعاد شحنة من الشحنات، التزامات المؤمن له. طب وتاني والإخطار عند الشحنات، شحنة أهو بلغ عليها أقول له في شحنة زيك، الإخطار عند الشحنات. طب والتزامات المؤمن، ضمان المخاطر البحرية، اضمن كده، اضمن من المخاطر، ضمان المخاطر البحرية والتعويض، ضمان المخاطر البحرية والتعويض. نكتفي بهذا القدر ولا نلقى آخر إن شاء الله. أشكركم استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.